هناخد عندنا مسألة بالشكل ده كده، مسألة فينشوري. المقطع بتاعي متغير، تمام؟ عندي مركب هنا كده عداد، ومركب هنا كده عداد. طبعا العداد برضو هو كأنه المانوميتر، هو بيقيس ضغط، تمام؟ بس انت عند سيادتك العداد بتاعك هل هو بالشكل ده كده ولا هو جاي بالشكل ده كده؟ عشان تكون فاهم كده بيقيس استاجنيشن، كده بيقيس استاتيك بالشكل ده كده، تمام؟ طيب لو ركب لي مانوميتر، لو ركب لي مانوميتر ماسوره بالشكل ده كده، يبقى الهيد بتاعها اللي هي كانه هو البي على جاما. طيب لو ركب لي عداد يبقى انا كان انا على طول مديني البريشر بس قيمته لوحدها، تمام؟ مديني قيمة البريشر بس لوحدها. طيب في المسألة دي مركب لي عدادين اتنين بس، مش مركب لي بقى مانوميتر ولا أي حاجة من الكلام ده كله. طيب بيقول لي ايه بقى؟ عند نقطة واحد، طبعا اخر اتنين هدخلهم بقى، خلاص كده كفاية قوي علشان ايه؟ نركز في الشغل. ديت نقطة واحد ودي نقطة اتنين، ماشي؟ بيقول لي ايه بقى؟ بي واحد بتساوي 735 كيلو باسكال، بي 2 بتساوي 550 كيلو باسكال، تمام؟ الدي 1 دايمتر عند نقطة 1 بتساوي 31 مليمتر، الدي 2 بيساوي كام؟ 19 مليمتر. طيب find flow rate through venturi meter، عايز يعرف الفلو ريت. فلو ريت الكيو بيساوي ال A1V1 او ما تسمى ال A2V2 من الكونتينيتي ايكويشن. هو عايز يعرف الفلو ريت، يعني بمعنى اصح يا اما لو جبت طبعا ال D1 هتجيب منها A1 و D2 هتجيب منها 2، يا اما تجيب V1 وتضربها في الاريا 1 وتجيبها من طريق A1V1، او تجيب ال V2 وتضربها في الاريا 2 وتجيب الفلو ريت بتاعك. طيب نيجي بقى نحل مع بعض كده المسألة ونشوف المسائل بتتحل ازاي. طبعا هرجع واقول لحضراتكم برنولي ايكويشن من المسائل السهلة جدا جدا جدا، واللي ما تقدرش تستغنى عنها في شغلك او في حياتك وانت شغال في اي تطبيق انت هتعوزه. الحاجة كمان ان لازم تفهم التكنيك بتاعك، لان انت في عندك ست اطراف في المعادلة، ست اطراف اللي موجودين عند سيادتك دولت، لازم تجيب الخمسه او تقراهم من المساله او تعرفهم ما بين السطور، هتعرف تتعامل معاهم ازاي بحيث ان انت تجيب الطرف السادس اللي ناقص عندك. طيب عندي بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زد 1 بيساوي بي 2 على جاما زائد في 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2. طيب 1 2 3 4 5 6 هنتعامل ازاي مع الكلام ده كله؟ تمام؟ اول حاجه بيقول لي الماسوره ديت افقيه، تمام؟ حتى لو هو مش مديني بعد الماسوره عن سطح الارض والماسوره عندي هوريزونتال بايب، يبقى انا اصلا زد 1 وزد 2 على نفس المستوى، فيعتبروا كان هما الاثنين قيمتين متساويين، فبالتالي هنحذفهم مع بعض. طيب هل هو هنا مديني المانومتر بتاعي عباره عن استجنيشن ولا ستاتيك؟ لو ستاتيك خلاص يبقى احنا مش هنلغي الفيلوسيتي في اي مكان. طيب مديني قيمه العداد عند نقطه واحد وقيمه العداد عند نقطه اثنين، يبقى انا مديني قيمه البريشر. خلي بالك ادام مديني بوحده ضغط مش مديها لي بمتر، يبقى انا هعوض في البي بس. طيب نيجي هنا كده بقى نعوض البي واحد مديها لي بكام؟ 735 في 10 أس 3 على جاما ب 10
أس 3 في 9.8 من عشرة زائد الـ في 1 سكوير على 2 جي اللي هو ما يعرفهاش، بتساوي الـ بي 2 اللي هي بكام؟ 550 في 10 أس 3 على كثافة المية ب 10 أس 3 في 9.8 من عشرة زائد الـ في 2 سكوير على 2 جي. الـ 10 أس 3 هنا وديت هنا كمان، تمام؟ اتفضل لي 735 على 9.8 من عشرة زائد الـ في 1 سكوير على 2 جي تساوي ال 550 على 9.8 من عشرة زائد الـ في 2 سكوير على 2 جي. طيب أنا دلوقتي عندي معادلة واحدة في مجهولين، مجهول الـ في 2 ومجهول الـ في 1. طب هنتصرف إزاي؟ ما أنا عندي الـ continuity equation الـ Q بتساوي A1 في 1 بتساوي A2 في 2. نقدر نقول إيه بقى؟ إن الـ في 1 بتساوي A2 على A1 في 2. يبقى أنا آخد الطرف ده كده ماشي وعوض بيه في المعادلة بتاعي اللي هنا ديت كده، واشيل قيمة في واحد واحط مكانها الكلام ده كله. يبقى انا كده بقت المعادلة عندي بإيه؟ بدلالة مجهول واحد اللي هو كله في 2 سكوير. طيب نعمل الكلام ده كده طيب سبعمية خمسة وتلاتين على 9.8 من عشرة زائد A2 على A1 في 2 الكل سكوير على 2G تساوي 550 على 9.8 من عشرة زائد ال في 2 سكوير على 2G. هنعوض الكلام ده كله ونحل المسألة مع بعض، هتطلع ال في 2 بتساوي 21.5. هنجيب منها الكيو بتساوي ال A2 في 2، هنحل المسألة وتطلع تقريبا بستة في عشرة أس ناقص 3 متر مكعب على الثانية. يبقى أنا من هنا حليت وجبت الفلوريت. طيب يبقى كده الموضوع سهل يا جماعة. اتفضل واحد ممكن اتفضل. اخد جزئيه ثانيه دي يعني الايكويشن دي محيط. اللي ايه يا باشمهندس؟ المعادله الاخيره دي اللي هي لما ديت. عوضت عن في واحد الكلام ده، وانا دلوقتي عندي المعادله بدلاله في واحد انا عوضتها بدلاله في اتنين. طيب انا دلوقتي عندي معادله واحده في مجهولين، مجهول الاول والثاني، تمام؟ فانا جبت معادله ثانيه بدلاله الفي واحد، انا عندي الكونتينيوتي ايكويشن الاي واحد في واحد بتساوي الاي اتنين في اتنين. جبت الـ في 1 في طرف بتساوي الاريا 2 على اريا 1 في 2. يبقى انا مثلا لما هعوض الاريا باي على 4 دي تربيع وباي على 4 دي تربيع هتطلع برقم، تمام؟ بقت الـ في 1 بدلاله الـ في 2، اشيل الـ في 1 واخليها اعوض بقيمه الـ في 2، بقت المعادله عندي كلها فيها ايه بقى؟ معادله في مجهول واحد اللي هي بدلاله الـ في 2. هتحل المساله هتطلع قيمه الـ في 2. سهله ولا صعبه؟ لا تمام سلام تمام شكرا. ماشي. عندي برضو حاجة تانية كده هنشوفها مع بعض برضو، مثلا بالنسبة لتطبيقات برنولي. يعني هنا عندك فكرتين. الفكرة الأولى إن أنا الماسورة الأفقي فأنا قدرت ألغي الزد، تمام؟ الفكرة التانية إن أنا قدرت بالكونتينيوتي إيكويشن أعوض وأجيب المجهول بدل ما تبقى معادلة في مجهول واحد بدل ما تبقى معادلة في مجهولين. معايا؟ طيب نشوف برضو عندي فكرة تانية أو صورة تانية لما بتجيلي بالشكل ده كده. لو أنا عندي خزان كبير وبيرمي، خزان كبير ومفتوح من تحت كده وبيرمي مية في الجو، آسف، عايز اطبق برنولي ما بين نقطة واحد وما بين نقطة اتنين. خلي بالك من التطبيق ده كويس قوي، او المثال ده كده.
ماشي، خزان وفي مفتوح فيه فتحة من تحت عند نقطة 2 والارتفاع بيساوي اتش، تمام؟ بيقول لي سيادتك اثبت ان الفيلوسيتي بتساوي جذر 2 جي اتش، الفيلوسيتي عند نقطة 2 تساوي جذر 2 جي اتش. طيب سيبك من القانون ده وخلينا نيجي نشتغل كده، نطبق برنولي ابلاي بتوين 1 و2. هنعمل بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زد 1 تساوي بي 2 على جاما زائد في 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2. عندي زد 1 وزد 2، الفرق ما بينهم لو انا وديت الزد الناحيه الثانيه تمام هتبقى الفرق ما بينهم ايه؟ اتش. يبقى احنا خلصنا من قصه الزد. نقطه 1 مفتوحه للضغط الجوي، يبقى انا عندي هنا ايه؟ اتموسفيريك بريشر. ونقطه 2 مفتوحه للضغط الجوي، يبقى انا عندي اتموسفيريك بريشر، واحنا بنشتغل جيج. يبقى بي 1 وبي 2 ايه اللي حصل لهم؟ راحوا مع بعض. ماشي؟ لو الخزان مفتوح، خلي بالك لو الخزان مفتوح. طيب نقطة واحد السرعة عندها بكام؟ لو جيت حضرتك كده جبت بستلة مية كبيرة أو وعاء مية كبيرة جدا تمام، وخرمت فيه خرم من الجنب، أنت شايف المية خارجة من هنا بسرعة عالية تمام؟ لكن نقطة واحد ديت اللي هيحصل لها إنها بعد فترة هتنزل هنا وبعد فترة هتنزل هنا، يعني السطح ده هيتحرك بسرعة لتحت بالشكل ده كده، بس السرعة بتاعته أنت مش هتلاحظها كل ما كان قطر البايب بتاعي، ما هو ده كده ايه؟ عباره عن الكروس سكشن اريا بتاعي اللي هي الاريا بتاعي مضروبه في الفيلوستي اللي هي بتديني الفلوريت اللي هو جاي طالع من هنا، نفس الفلوريت اللي بينزل بيتحرك لاسفل كده هو اللي بيخرج لبره هنا، يبقى الكيو هنا بتساوي الكيو هنا، بس الكروس سكشن اريا بتاع الخزان كبير جدا لدرجه ان الفيلوستي بتاعت سيادتك تكاد تكون صفر. معايا؟ هو في فيلوسيتي بتتحرك بس نتيجه ان المقطع بتاعي الاي في الفي الاي كبيره جدا فالفيلوسيتي بتبقى صغيره جدا عشان تدي لك نفس الفلوريت اللي هو يساوي الخروج هنا. هنا المقطع بتاعك صغير قوي فالفيلوسيتي بين القيمه بتاعتها. فانا عند الخزانات المفتوحه يبقى انا عندي السرعه بتاعي بتبقى ايه؟ قريب صغيره جدا تكاد تكون زيرو. ماشي؟ طيب هيتفضل ايه بقى؟ هيتفضل زد 1 ونودي الزد 2 الناحيه الثانيه ناقص زد 2 بتساوي ايه؟ ال في 2 سكوير على 2 جي. طيب الزد 1 ناقص زد 2 هنا اللي هي عباره عن ايه؟ الاتش بتساوي ال في 2 سكوير على 2 جي. طيب لما نضرب ده في الطرف الثاني يبقى ال في 2 بتساوي 2 جي اتش ومن تحت الجذر اللي هي عشان كانت سكوير. تقدر تاخد الرقم الاتش على طول وتعوض بالقيمه. طيب سؤال كده يا جماعه، هل الفيلوسيتي بتاعي عايز اعرف قيمه الفيلوسيتي بتتغير بدلاله ايه؟ جذر 2 جي اتش. يبقى المتغير اللي عندي الوحيد ارتفاع الميه في الخزان وليس عرض الخزان وليس قطر البايب بتاعي. يبقى الفيلوسيتي البارامتر الوحيد اللي بيأثر فيها مش الديامتر بتاع البايب اللي خارجه منه، لا ارتفاع سطح الميه من نقطة الخروج، يبقى هو ده البارامتر الوحيد الفيلوسيتي بيقول جذر 2 جي اتش. هتبص تلاقي كل ما المية ارتفاعها هيقل كل ما السرعة بتاعي، يعني في الأول هتلاقي المية سرعتها عالية بعد كده بتقل بعد كده بتقل بعد كده بتقل 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 لحد ما السرعة تبقى بقى هنا فبقت الاتنين بزيرو ما عادش فيه مية بتخرج. يبقى أنا عندي البارامتر اللي بيأثر الوحيد مش الدايمتر ولا أي حاجة تانية غير اللي موجود في المعادلة اللي مرتبطة بالفيلوستي، والمعادلة المرتبطة بالفيلوستي بتقول إيه؟ جذر 2 جي اتش. يبقى اللي بيأثر في الفيلوستي عندي هنا إيه؟ الهيد فقط لا غير. تمام؟ طيب يبقى ديت لو أنا قلت لك اثبت، أنا ما بقولكش إثبات، هي الفكرة إن أنت بتعوض في القانون وبتطلعها بدلالة أرقام. طيب نشوف نفس المسألة بس أنا هعمل إيه بقى؟ الخزان بتاعي هقفله واحط فيه ضغط تمام، وانا عندي الليكويد بتاعي ارتفاعه اتش تمام،
وده سطح المية في الخزان عند نقطة واحد، وده عند نقطة اتنين. عايز يعرف قيمة ال V اتنين. طيب V واحد على جاما زائد V واحد سكوير على اتنين جي زائد زد واحد بتساوي V اتنين على جاما زائد V اتنين سكوير على اتنين جي زائد زد اتنين. تمام؟ احنا قلنا ديت بتفتح للضغط الجوي، لا ده الخزان مقفول وفي قيمة ضغط موجودة هنا. تمام؟ يبقى أنا مش هقدر ألغيها وهسيبها موجودة زي ما هي. طيب سطح المية أو سطح المية عند الخزان الـ V1 على السكوير على 2 جي ده بزيرو، والزد 1 والزد 2 الدلتا بتاعتهم عبارة عن الـ H، والـ B2 نقطة 2 يبقى بترمي للضغط الجوي، يبقى أنا عندي بزيرو، والـ V2 اللي على 2 جي هي اللي أنا محتاجها. يبقى أنا هيتفضل عندي هنا إيه بقى؟ بي واحد على جاما زائد زد واحد ناقص زد اتنين بتساوي في اتنين سكوير على اتنين جي. البي واحد على جاما اللي هي بنقول الرو جي زائد زد واحد ناقص زد اتنين اللي هي ايه الاتش بتساوي في اتنين سكوير على اتنين جي. هنضرب الطرف الثاني في اتنين جي. تمام؟ يبقى هناخد كده ال V سكوير بتساوي 2 جي اتش زائد V واحد على رو. تمام؟ 2 B في ال G، هتروح ال G مع ال G. تمام؟ يبقى ايه؟ والكل سوري. يبقى انا اللي ظهر عندي بس اللي هو ايه؟ عندي اللي هو 2 بي 1 على رو. معايا يا شباب؟ يبقى هي الفكره ان انا عندي ال 2 جي اتش زائد الطرف الجديد اللي ظهر عندي، لو انا هشيل بقى لان انا حطيت تحت الجذر، اللي هو ايه؟ ضغط الخزان اللي موجود عندي هنا كده. واضح يا شباب؟ يبقى ضغط الخزان بس اللي اتحط عندي يبقى هو ظاهر جوه المعادله. يبقى الفرق بين المعادله ديت والمعادله ديت ان انا عندي ايه؟ اللي في المساله اللي فاتت كانت 2 جي اتش. تمام؟ هي هيها 2 جي اتش زائد ال 2 بي على رو. واضح يا شباب؟ يبقى الفكره انا عندي الاتش انضاف عليها البي على الجاما في الطرف الزيادة موجود معايا. يبقى أنا الخزان المقفول قيمة الضغط هتأثر معايا، يبقى هي اللي هتأثر كمان في السرعة بتاعي. يبقى اللي هتأثر عندي في سرعة المية الفلوسي بخلاف الـ H اللي هو في الطرف الأول، الطرف الثاني اللي هو قيمة الـ pressure بتاع الخزان المقفول. طيب بكده نكون خلصنا قانون الـ equation. ده هينقلنا بعد كده بقى على حاجة جديدة اسمها الـ losses due to pipelines أو المفاقيد في الخطوط بتاعي. طيب Bernoulli equation مش بنكتفي بيها كده بقى، بنضيف عليها حاجة تانية كمان اللي هي المفاقيد في الخط بتاعي. جينا بقى نكتب معادلة Bernoulli equation في البايب لاينز معايا. لو انا هضيف بقى هنقول بقى ايه؟ في واحد على جاما زائد في واحد سكوير على 2 جي زائد زد واحد بتساوي في 2 على جاما زائد في 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2 زائد اتش losses ناقص اتش بامب زائد اتش تربن ناقص اتش بامب زائد اتش تربن. شوف بقى انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اطراف في المعادله.
طيب الجزء الاول من المحاضره ما كانش عندي الكلام ده كله، لو انا كتبت المعادله ما عنديش لوسز ولا بامب ولا تربن. طب الجزء الثاني بقى الجديد اللي هنشتغل فيه من النهارده لحد ما نخلص بقى المنهج بتاعنا، هضيف الثلاث اطراف ديت. طيب المساله بتاعي قال لي انا ما عنديش بامب معايا، يبقى انا خلاص ما عنديش تربن، خلاص عندي لوسز، يبقى هيتفضل الجزء ده بس في المعادله. تمام. سوري يا شباب، كنا بنقول ايه؟ يبقى انا عندي دلوقتي لو انا عندي الطرف بتاعي ما فيش فيه بامب، خلاص ما فيش فيه تربن في المساله، خلاص في لوسز بتاعي بقى، يبقى انا هيبقى عندي الجزء ده كله كده وموجود معايا المفاقيد اللي موجوده في الخطوط بتاعي. نيجي بقى نشوف اللوسز ديت عباره عن ايه. اللوسز ديت بتنقسم الى قسمين، في major losses وفي minor losses. احنا هنفتح المحاضرة علشان لو في ناس عايزة تدخل. الميجور لوسز والمينور لوسز. طيب الميجور لوسز او المفاقيد العظمى، تمام، او ما بنسميها اللوسز ديو تو فريكشن، اللي هي نتيجه الاحتكاك. المينور لوسز اللي هي ديو تو الفيتنجز بتاعي، اللي هي نتيجه التثبيت. عندي مثلا راكب كوع في الخط، راكب حرف تي، راكب محبس، راكب اكسبانشن، جراديوال اكسبانشن، سادن اكسبانشن، اللي هو كل الحاجات الخاصه بالوصلات فيتشرز بتاعتنا او التركيبات بتاعتنا ديت بتبقى مينور لوسز او مفاقيد صغرى. من الاسم الميجور والمينور، الميجور اللي هي الفراكشن او نتيجه الاحتكاك في المسير، فديت بتبقى المفاقيد الكبيره جدا. تمام، عشان كده كل المفاقيد نتيجه الاحتكاك هي دي مهمه بالنسبه لي. طيب المينور لوسز هي مش مهمه، لا، لكن برضه بناخدها في الاعتبار، لكن قيمتها بالنسبه للميجور فهي صغيره جدا. تمام. طيب نشوف القيمه بتاعتها بقى. احنا دلوقتي برضه بتتعود، هنقول هناخد قيمتها ونحط بضلاله الاتش. طيب نيجي بقى، يبقى انا عندي في ايه بقى؟ اتش لوسز، في عندي H losses due to friction، وفي H losses due to A minor. هنسميها H L F وفي H L minor. تمام. طيب ال H L F عبارة عن ايه بقى؟ القانون بتاعها معامل الاحتكاك في طول الماسورة على الديامتر في الفي سكوير على 2 جي، والاتش لوسز المينور بتساوي ايه بقى معايا؟ سميشن كي، اي معامل فيتشرز بتاعه، اي معامل بتاع محبس، بتاع كوع، بتاع حرف تي، سميشن الكي في الفي سكوير على 2 جي. تمام، مجموع الاثنين دولت مع بعض بيدي لك اللوسز كلها. بتاخد قيمه اللوسز وتحطها في معادله برنولي، ويبقى هي ديت ايه؟ قيمة الـ H losses بتاعك اللي انت موجودة عندك في المعادلة. طيب خلينا على طول ناخد مثال ونشوف الكلام ده معناه ايه، او بيتطبق ازاي، او بيتعوض ازاي في المسألة بتاعتنا.
انا عايز اجيب مسألة تكون فكرتها سهلة في البداية كتطبيق علشان نعرف بس الأفكار المختلفة بتاعت اللوسز بتاعتنا ونقدر نعوضها ازاي. طيب الأول عايز أشرح حاجة كده صغيرة. أي سيستم عندي بيبقى عبارة عن إيه؟ وليكن أنا مثلا عندي خزان، تمام، بناخد منه ماسورة، تمام، وبنركب بامب، بالشكل ده كده، وبناخد خط الخارج، تمام، وعندي كوع، وعندي كوع تاني مثلا، وليكن بركب محبس، وبعدين مثلا عندي فيه حرف تي، تمام، وركب مثلا محبس تاني، بقفل، وبعدين مثلا ايه كوع تالت، وبرمي فين؟ في خزان. ده وليكن شكل سيستم بتاعي بالشكل ده كده. انا عندي هنا نقطة مثلا ايه، نقطة واحد اللي هي مثلا، ونقطة اتنين. يبقى انا نقطة واحد بترتفع عن السطح بدلالة من نقطة اتنين اللي هي الدلتا اتش بتاعي، وعندي بقى طول المسار ديت ارتفاع رأسي. خلي بالك طول المسار ماشي بالشكل ده كده، يبقى ال L بتاعي بتختلف عن ال H، اللينث بتاع البايب بيختلف عن ال H، كذلك عندي في الدايمتر بتاعي، كذلك عندي في كل الفيتنجز ديت او الحاجات اللي زي ديت. انا عندي ده كوع، كل ده له معامل كي بيسمى، تمام، للمينور لوسز، معامل كي بتاعه للكوع ده كده. المحبس ده له معامل كي، المحبس ده مثلا لو هو مش في الخط ده محبس قافل، او التي ديت اللي بالشكل ده كده لها معامل كي، الكوع ده كده له معامل كي، وهكذا، تمام، كل الحاجات ديت لها معامل كي بتاعي. طيب اللوسز بتاعتنا، يبقى انا دلوقتي عايز اعرف الاتش لوسز. لو نفس الخط يبقى الفيلوسيتي مش هتتغير، تمام، يبقى انا عندي الاتش لوسز يبقى الفي سكوير على 2 جي بالمضروبه في الاف ال على دي زائد السمشن كي بتاعي. معايا يا شباب؟ يبقى كل المفاقيد ديت احنا عايزين نجيبها، واضح؟ يبقى انا دلوقتي عندي ديو تو فراكشن او ديو تو الالبو اور تي اور الفالف وات ايفر. طيب هو معامل الاحتكاك ده اصلا ده دايمنشن ليس نمبر، هو عباره عن ايه؟ لو انت تيجي تكبر الماسوره من جوه كده بالشكل ده كده، الماسوره بتاعك ما بتبقاش سموز بالشكل ده كده، بيبقى فيها النتوءات اللي هي موجوده ديت، الحاجات اللي زي دي كده. ده الماسوره من جوه لما بتيجي تبص عليها بالشكل ده كده يا شباب، كل ديت اللي هي ايه؟ طبعا الماسوره الظهر بتختلف عن النحاس، بتختلف عن الحديد، بتختلف عن الستانلس ستيل، بتختلف عن ماسوره الازاز، كل حاجه لها النتوءات بتاعتها. النتوءات ديت اللي هو لها ارتفاع مثلا بنسميه ابسون، تمام. انا عايز اعرف معامل الاحتكاك بتاع الماسوره ده. عندي في حاجه اسمها مودي تشارت، بنخش بجداول بتاعت مودي، تمام، موجوده عندي جداول مودي بتاعتنا، عندي الخطوط بتاعت كده، في عندي رينولدز نمبر ومعامل الاحتكاك، وفي الابسون على الدي بتيجي من رينولدز نمبر ومعامل الاحتكاك، تمام، هنا بتقوم جاي ايه العلاقه اسف هنا رينولدز وهنا معامل الاحتكاك، تمام، من الابسون على الدي. الابسون ده بتخش في جدول كل ماسوره، بتعرف نوع الماسوره بتاعت سيادتك ان كانت زهر او حديد او بلاستيك او المعدن، فبتعرف تجيب النتوءات ديت متوسط ارتفاعها قد ايه، وتقول الابسون ديت وتقسمها على الدايمتر قطر الماسوره، وتخش على جدول برقم رينولد نمبر اللي هو اللي احنا عارفينه رو في دي على ميو، تمام، من رينولدز نمبر مع الابسون على دي هتطلع تجيب لك ايه الفراكشن فاكتور او الفراكشن معامل الاحتكاك بتاعك. تاخد معامل الاحتكاك
وتخش بيه في المعادله وتضربه في الطول على الدايمتر وتكمل، تقدر من هنا تجيب الاتش لوسز بتاعتنا. تمام. طيب هن كده بكده النهارده هنكون خلصنا محاضره النهارده، وهنكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي هناخد بقى تطبيق على البرنول على البايب لوسز. تمام. مع البايب كونكشن اللي هو السيريز والباراليل.